باش عاوتاني المهرجان ينطلق مره اخرى. وحنايا فرحانين كلشي المغاربه اللي كيديروا السينما فرحانين بانه المهرجان الى غوبي للسفل ديالو. وتبارك الله زعما راه حنايا غادي نمشيو ان شاء الله بهاد لاكادونس مع هاد الوزاره الجديده مع هاد الناس الجداد، وغادي تكون شي حاجه اللي غادي ان شاء الله نفرحوا بها. بالنسبه لنا هاد يعني الافلام اللي حاضره الان وداك الشيء كلها هي افلام اللي انتجات في واحد الوقت اللي فيها مشاكل وفيها بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله دابا هي غتعرض وغادي نشوفوها. اللي غنكريتيو غنكريتيو، اللي غادي فيسبوك طبعا ضروري الكريتيك في فيسبوك، الا ما كريتيش الا ما درتش الكريتيك في فيسبوك اش كندير؟ واخا بما انك جبتي وزاره الثقافه، واش كتشوف ان هذه الوزاره هذه غتعطي غيكون واحد الجانب بالنسبه للفنان؟ اظن انه الجانب ديال الفنان غالب هاد المره هذه في هاد الوزاره مع هاد الوزاره، ان الجانب ديال الفنان غالب، وان الجانب ديال الفنان يعني عنده واحد الواقع بحال تقولي انه يعني بعدوا دوك مالين الشكاير وداك الشيء الى اخره، وقربوا شويه الفنان اللي كان مستضعف واللي عرفوا باللي انه كانت عنده هشاشه في ايامات كورونا واللي مسكين تكرفاص وبزاف ديال الحوايج، دابا قربوا. حنا زعما فرحانين بهذه المساله. اذا كانت التوصيات ديال السي الشوبي وزاره الثقافه شنو يكون التوصيات ديالها؟ انا التوصيات ديالي لوزاره الثقافه هي انها تهتم بالفنان، تهتم بالسينما كصناعه، لانه راه مازال ما عندنا الصناعه السينمائيه خصها تكون عندنا، الصناعه الثقافيه ككل خصها تكون عندنا. والصناعه الثقافيه والصناعه السينمائيه اشنو مطلوب منها؟ مطلوب منها تكون عندها القاعات السينمائيه، مطلوب عندنا انه يكونوا الناس المنتجين الخواص، يكون عندنا واحد المجموعه ديال الشباب اللي غادي يطعم هذا السينما، ماشي الشباب ديال المؤثرين، لا الشباب الحقيقي اللي كيجي كيقرا وتيفهم وتيعرف، هذا هما اللي مطلوب عندنا. سيد لانه انا اسماء المنور من اهم المغنيات المطربات عندي في المغرب، واللي عزيزه عندي بزاف وكنقدرها، واللي هي رجويه وانا حتى انا رجوي وكنقدرها. ملي سمعتها ان هاد الزوجات بالسي ايتمنى فرحت، وفرحت ليهم بجوج، وقلت السي ايتمنى غادي يولي معانا في الرجاء. الساعه للاسف هي كذبات وهو كذب، وفريدنا وانا كذبت عاوتاني تانا، لانه لا ماشي انا تصيت وحيدت البوست، تصيت كل شيء. والمشكله هو انه ولاو كل شيء تيهضر بانه الشوبي هو المصدر. اكيد انا هنعتيها لا راه اتصلوا بيا حتى العائله ديالتها وداك الشيء، قال لك اودي راه خلقتي لنا مشكل اننا ما عرضناش على الناس. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.